ابدا باحمد. احمد انت بطل مصر في الكيك بوكس وبتدور على اهلك، مظبوط؟ احكي لي. انا صغير انا ما كنتش عارف حاجه، لما كبرت لقيت نفسي في الدار، وانا بشكر الدار لان هي علمتني وخلتني سنه سته، وانا قاعد مع اخواتي في الدار كأني قاعد مع اب وقاعد مع اهلي، بس انا برضه بدور على اهلي عشان اعرف اوصل لهم، وبشكر الدار جدا. استاذ ابراهيم انت لقيت احمد ازاي؟ احمد جالنا عن طريق التضامن الاجتماعي. الكلام ده في شهر 12 2006. عرفنا ان هو اتلقى في محطه مترو شبرا الخيمه، وتعمل محاضر وكلام من ده، والنيابه عمل القرار بايداعه احدى دور الرعايه. كان اسمه احمد؟ هو جالنا باسم احمد لان التضامن هي اللي بتسمي. كان لابس ايه؟ والله احنا معانا، هو كان لابس تيشيرت احمر وانا معايا الصوره بتاعته وهو صغير. فهو خد مراحل الرعايه في الدار، وخد لحد مراحل التعليم لحد ما عنده 12 سنه دلوقتي، يعني عندنا 10 سنين. احمد انت بتدور على بابا؟ ها؟ انت حاسس ان هم موجودين؟ ها؟ ما تعرفش؟ حاسس. بس ممكن يكونوا موجودين، يكونوا عايشين يعني وموجودين؟ ممكن تكون انت وقعت او تهت منه؟ انا كنت صغير ما كنتش عارف حاجه. ده كمان بطل مصر يعني. بطل مصر في البوكسنج يعني، ده اهله يفتخروا بيه جدا يعني، شايفينه معلق الميداليه الذهبيه ومتصور وراء علم مصر والكاس في ايده، يعني نموذج مشرف يعني، بالتاكيد شيء مشرف. لكن هو المهم احمد يعرف اهله ازاي؟ والله يعني بعد مرور 10 سنين من فقده ملامحه اتغيرت والصوره يعني اكيد اللي هيشوف الصوره هيقول ده ابني. مظبوط. ايوه مظبوط طبعا. هو على فكره التوقيت ده كان في التوقيت بتاع اللي هو الاخ الجدع اللي كان بيخطف الولاد ده اللي هو اسمه التوربيني. في التوقيت ده. أيوة. لان يعني ده يعني مرجحين ان هو كان من ضحايا التوربيني، فهو امير الشرطه اللي لقاه في محطه يعني. انتم بترجحوا ان احمد اتخطف؟ ده الترجيح، ده الترجيح. اللي هو ده الترجيح. طبعا عندنا الشؤون، هو دار الاصاده دي في المطريه في اعلى مسجد مدينه السعاده، فالشؤون المطريه هي اللي جابته لنا يعني. طب بص يا احمد، انا هعمل حاجه يعني، عايزك شايف الكاميرا دي بص لها كويس وكلم اهلك، قول لهم هم شافوا صورتك دلوقتي على فكره، خلاص يعني شافوك وانت صغير يعني، لو هم عايشين وشافوا صورتك دلوقتي واحنا حطيناها لهم دلوقتي هيكونوا عارفين انك انت الطفل ده هو اللي كان ده. قول لهم اللي انت عايزه. انا عايز اهلي، من بردك عايز اهلي علشان اكون حاسس ان انا بكون مع بابا وماما، وبردك مش هسيب الدار لان انا اتربيت فيها، وبشكر بابا ابراهيم وبشكر بابا مجدي وبشكر بابا عبد الله الله يرحمه، واشكر كل الذين يختمونا في الدار. تقول ايه بقى لباباك ومامتك الحقيقيين؟ هم سامعينك دلوقتي وشايفينك، عايز تقول لهم ايه؟ عايز تقول لهم ايه؟ تقول لهم افخروا بيا ان انا بقيت بطل؟ عموما احمد ظاهر قدام حضراتكم، احنا حطينا صورته لما كان طفل صغير، النهارده احمد بقى عنده تقريبا 12 سنه بيدور على ابوه وامه، فقد ولقوه في 1 ديسمبر عام 2006 في محطه مترو شبرا الخيمه، وكان ساعتها عمره صغير عنده سنتين، كان لابس سويت شيرت اصفر وبنطلون جينز بني وحذاء كاوتش كحلي. اي اب واي ام فقدوا ابنهم من 10 سنوات او اتخطف منهم ابنهم، انا بقول لهم ابنكم اهو ده، هو صغير ودلوقتي هو كبير، واللي عايز يتواصل يكلمنا على البرنامج.